إلى الموطأ أحمد، فضل الذكر. حديث مالك عن زياد بن أبي زياد في الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. آمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ويزن، قال باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله عن زياد بن أبي زياد أنه قال، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم، أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ نعم. قالوا بلى. قال ذكر الله، لا إله إلا الله رضي الله. قال قال زياد بن أبي زياد، وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم. هذا الحديث يروى مسندا من طرق جيدة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أسبق، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع. وفي رواية أيضا: حدثنا ابن يوسف، قال حدثنا يوسف ابن أحمد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا الحسن بن حريث، قال حدثنا الفضل ابن موسى عن عبد الله ابن سعيد عن ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ فذكر الحديث في الموطأ سواء. قال: وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب النار من ذكر الله تعالى. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن وضح أو ابن واضح عن موسى بن عبيدة عن أبي عبد الله القراض عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله تعالى. لا إله إلا الله. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرصد عن ابن ثابت عن معاذ بن جبل قال: لن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من غدوة إلى أن تطلع الشمس. وقال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمر قال: ذكر الله بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سحا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الذكر. وقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. رجل الذي ما طال وقال: لا تطل علي، فقال له: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وفي رواية في الشعب قال: اذكر الله حتى يقال مجنون، وان كان السند فيه كلام، لكن المعنى انك لابد ان تلازم ذكر الله جل في علاه. واعظم ما يقال في الذكر هنا الثمرة، عندما قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مع عبدي. وهذه المعية معية النصرة والتوفيق والتسديد. ولذلك قلت كثيرا: إذا فقد منك شيء، إذا أحيط بك، فأكثر من ذكر الله جل في علاه، فإن في الذكر مندوحة إلى التفريج، وفي الذكر أيضا نصرة لنصرة لك على أعدائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي. ولذلك موسى عليه السلام عندما قالوا: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي، كلا، إن معي ربي سيهدين. وأيضا قد قال الله تعالى عن نبينا عندما كان مع أبي بكر: إلا تنصروه فإلا تنصروه فقد نصره الله ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه معية هي معيتي، وهذه معية هي معية التوفيق والتسديد والنصرة، وهذه معية خاصة، لأن هناك معية الإحاطة على الجميع، ومعية خاصة معية التسديد والتوفيق والنصرة، ومعية أيضا أخص الخصوصية هي معية الأنبياء. نعم. فهنا قال: أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني كلما تذكر يكون الله معك، كلما كنت في ذكر الله كلما كان الله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم.
رضناك يا الدرم. نعم حقا وربي. وهنا كما قلنا أن الثمر في ذلك قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وهنا قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهذا الأولى أنه المعية معية التوفيق والنصرة والتسديد، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الثانية هو ذكر الله، وذكر الله هنا معناه الثناء الحسن في الملأ الأعلى، يعني تذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا أمام الملائكة يعني يذكر الله أمام الملائكة، فإن الله جل وعلا يعني يذكرك بالثناء الحسن أمام الملائكة. قال فاذكروني أذكركم، وإذا ذكرتموني ذكرتكم، وإن كان بالذكر كان بالمدح والثناء الحسن، وإن كان بالعبادة كان بالقبول والشكر والعطاء، وأيضا إن كان بالضنك أو في الضنك على 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 الابتهال الابتهال وأيضا التضرع، فإنه يكون أسرع ما يكون نصرة لك على أعدائك. أن تأوي إلى ركن شديد، كن 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 يعني صادق القلب، وكن صادق اللهجة، وكن صادق السير، فسترى أعاجيب يجعلها الله جل وعلا لك، فإن الله يفعل لك ما لا يفعل لغيرك. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يدروك بشيء لن يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أنك ما استجلبت رضا الله جل وعلا عليك إلا كنت من أعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه. نعم. وهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ذكر الله بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف. من التزم الذكر كان في كنف الله جل في علاه، كان موفقا مسددا، يقال كنت سمع الذي سمع يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. عليكم السلام وكاته ففضلت الشيخ رضي معك فضل الشيخ المدني أحسن الله لك. فهو أعظم من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سحا. وشوف وهو الحديث عظيم جدا، ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع رضي الله عنه. جزاكم الله خير. إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع. وفي رواية ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وهذه الرواية التي ذكرها مالك عن زياد بن أبي زياد، وأرفعها في درجاتكم، فذكر ذكر الله جل في علاه. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن، وقال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال له رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. وفيها كما قلت أولا استجاب الثناء في الملأ الأعلى، كلما ذكرت الله جل وعلا كلما أثنى عليك خيرا في الملأ الأعلى، في الملائكة تكون معروف عند الملائكة. وفيها أيضا إن ذكرت الله جل وعلا ذكرك باسمك. شوف أنت لما تسمع أن وزير أو أمير أو رجل كبير أو محبوبة ذكرتك باسمك عند من تحب، فأنت تفرح بذلك وتسعد، فكيف إذا كان الله جل وعلا والذي يذكرك أنت باسمك أمام الملائكة. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، قال البينة، فقال له وسماني، سماني ربي، سماني، قال سماك لي، فبكى بكاء عظيم. الفوائد المستنبطة: فضل ذكر الله تعالى، الذكر مطردة للشيطان، مجلبة للحسنات والصالحات والخيرات، وفيها اتباع لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وفيها نصرة الدين، لأنه خير من حطم السيوف. ذكر الله غدوا وعشية خير من حطم السيوف. ذكر الله سبيل للجنة، لأنه سبيل لثناء الله عليك في الملأ الأعلى، ومن الثناء بعد الثناء يكون الجنة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.